السلام عليكم، كديري؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم نقدم لكم هذا لاطارت ديال الفرومبواز، نتمنى انها تعجبكم، كتجي رائعه كما كتشوفوا معايا. هنا عندي الزبده 125 غرام ديال الزبدة، 125 غرام. الأحسن تكون هذيك الزبدة الممتازة ديال الأكل، ما نديروش مارغرين باش تجينا لاطارت بنينة. عندي قرصة ديال الملح، عندي 250 غرام ديال الطحين، عندي صفر بيضة، عندي 50 غرام ديال السكر كلاصي، السكر الثقيل تقريبا، هنا 3 المعالق كبار ديال السكر، وعندي هنا شويه الماء، ما واصلش النص ديال الماء. ندوزو للطريق. هنا نقبض هذاك الطحين، 250 غرام ديال الطحين، 125 غرام ديال الزبده، نلبسو مزيان مع الطحين هكا بالاصابع، يعني هكا بالصبع ديال اليدين ديالنا، هكا كنبقاو بحال يعني ترمل، نبقى على الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. الزبده تكون بارده باش تعطينا هذيك الترميله اللي بغيناها. نستمر على الطريقه هذه، ترمل الطحين مع هذيك الزبده. من الاحسن لكم تستعملوا الزبده الممتازه باش يجيكم لاطارت بنينه احسن من المارغرين، لاطارت تجي بنينه البنه ديالها. هنا من بعد ما رملت هكا كما كتشوفوا معايا مع الطحين والزبده، غنزيد هذوك 3 المعالق كبار ديال السكر كلاصي، السكر كلاص، السكر الثقيل، كل واحد شنو كيقول ليه. صافي، غندخلو مزيان هذاك الطحين، ونزيد عليك قرصة د الملح، تقدروا ديرو فاني، ديرو قشور الحامض. هنا غنضيف هذيك صفر بيضة كما كتشوفوا معايا، غنضيف عليها، غادي نضيف لحساب واحد المعلقه هكا ديال الماء، الا ما تجمعتش ليا غنزيد واحد المعلقه اخرى ديال الماء هكا، يعني نحاول نجمعها بصبع يدينا، يعني ما نعجنوهاش باش تجينا هكا مرمله، حيت الا جمعناها ودلكناها ما غاديش تجينا هذيك لاطارت هكا مرمله وكتفتت، عاد قساح لينا. هنا نزيد الماء، نزيد واحد جوج معالق كبار، يعني بحال دفنا 3 المعالق ديال الماء. الماء عادي، الماء ديال الصنبور او الروبيني. صافي، هنا راه بدات تجمع ليا، ما تكتروش الماء. صافي، غنبقاها بصبع يدي بحال هكا. صافي، هي بدات تجمع. صافي، غنجمعها ونديرها في الثلاجه واحد نص ساعه تتشد راسها، ومن بعد نطلق. كما كتشوفوا راه ضفت 3 المعالق كبار ديال الماء مع ديك صفر بيضه، يعني الماء ما تكتروش الماء، داك على حساب الطحين، كان الطحين اللي كيشرب، كاين الطحين اللي ما كيشربش، على حساب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. كما قلت لكم 3 المعالق انا كفاتني. صافي، غنديرها في بلاستيك غذائي ونخليها في الثلاجة واحد نص ساعة، وعاد نطلقها كما كتشوفوا هكا كتجي معنا. هنا من بعد ما خليت العجينة ديالي شي نص ساعة، غنستعمل هذا الإطار، هذا أي إطار عندكم تستعملوه. هنا العجينة غنقسمها على جوج،
هنا غنضغط عليها هكا هاد الجنب هذا لهذا الشكل هذا هكا نطلعها شويه على الحافه ديال المول بقى هكا نكمل الدوره كامله هنا هادو اللي شيطانيه نجيب السكين هكا نفيني الحلوه ديالي من هنا من الجنب هنا ندير نفس الطريقه اللي درت المول الاولاني ندخلها هكا في الجناب مزيان انا عند كعب فرشيطة او بحال هكا سنان بهذه الطريقه هذه ما نساوش الجناب باش ما يتنفخوش لينا في الفران والفران نكونوا مسخنينو على 180 ومن بعد نهبطوا الحراره على 170 ونخليهم يتحمروا وياخذوا لون مذهب ومن بعد نطلعها نثقبها مزيان باش ما تنفخش ليا هنا عندي الشوكولاته الاسود ذوبته في باماري غندير في الطبقه لتحت من بعد ما طابت ليا هاد العجينه ديال لاطارت نمشي لها الطريقه على لبس كامل المول ديال لاطارت وعاد ندوزو نحضرو لا كريم باتيسير هنا من بعد ما لبست المول كامل كنبقاو غاديين معاه شويه بشويه حيت الشيشه دغيا كتفتت وندوزو نحضرو لا كريم باتيسير هنا لا كريم باتيسير غنحتاج جوج كيسان ديال الحليب الكيسان اللي كنشربو بهم اتاي غنحتاج واحد جوج معالق ديال السكر كلاص او سكر سنيده انا حيت ما بقاش ليا وغندير واحد جوج معالق كبار ديال لا كريم باتيسير غنضيف جوج معالق كبار هنا غنحرك مزيان ونديرو فوق العافيه يعني فوق النار حتى يبدا يتقال ونطلقا هنا من بعد ما بدات تقال ليا الكريم باتيسير كما كتشوفوا غنطفي عليها النار هنا غنضيف عليها هاد المعلقه صغيره ديال الزبده نحرك مزيان تذوب هنا نصبها تكون باقا سخونه صافي نخليها تتبرد ونطلق هنا عندي فرومبواز بعد ما غسلته يعني شللته درت ليه هكا الورق النشاف يعني باش داك الماء اللي زايد يتحيد منه هنا عندي لاطارت من بعد لاكريم شدت شويه راسها
عن بدي نزين هكا فرنواز، زينو باللي بغيتو. تقدروا تخليوها هكاك، ديروا لها خطوط ديال الشوكولا هكا، ولا يعني التزيين يبقى لكم نتوما اختيار. زينو باللي بغيتو. انا نمشي على الطريقه هذه، نكمل الكميه اللي عندي. هنا من بعد ما ساليت الزين كما كتشوفوا، غنخليها تبرد في الثلاجه ونتلاقاو مع الشكل النهائي. قطع لكم طيف تشوفوها كي دايره من الداخل. هنا كما كتشوفوا معايا الشكل النهائي، غنقطع لكم طريف كتجي زوينه وهشيشه لاباط كما كتشوفوا معايا. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وكنشكر كاع اللي اشترك عندي في القناه، يعني القناه كتكبر بفضلكم. كما قلت لكم غنجربوها، يعني الوليدات وحنا ابلدا بالاخص، يعني كتعجب كل شيء كبار وصغار. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وشكرا على المشاهده. كما كتشوفوا معايا لاطارت راه كتجي هشيشه بزاف، يعني كتجي بنينه بزاف. نتمنى ان تعجبكم الوصفه ديال اليوم. بالسلامه عليكم، خليكم الراحه، وشكرا على المشاهده.